وحان الوقت معكم مستمعينا الكرام ومع خبير العقارات وضاح الغصين من رولا بيج ريالتي ذا فيرتكس تيم. واو خبير العقارات اسبوعين مرقوا، قديش صار في تغيير بهالاسبوعين؟ اكيد ها كنا مستنظرين هالتغيير من زمان، عارفين التاريخ شو بده يصير، بس مستنظرينه احنا مستنظرين يعني بحاجه ناطرينه. بس شو عم نعمل نحن هون مع خبير العقارات وعم نحكي بموضوع الماريجوانا؟ انه معقوله فموضوع الماريجوانا يمكن انتم اول ناس بداركم. اكيد بفتكر انه لا الماريجوانا بتهم البوليس لانه بده يحافظوا على الطرقات وعلى امان الطرقات، بتهم الانشورنس كومبانيز وبهم هداك وهداك وهداك وهداك، بس اليوم منوعه. ونقول هذا نهار من بعد ال legalization of marijuana أو الماريجوانا تصير قانونية هم البلد، والهيدلاينز شركة مينتو تمنع الدخان بالبنايات تبعها، Algonquin College هذا الأسبوع ابتدت no smoking policy. فكل هيدي لتحمي الأشخاص لحتى ما يدخنوا ماريجوانا. طبعا فينا نقول هلا كمان شرك البروبرتي مانجمنت وغير مثل حضرتك كمان مانعين الزرع. صحيح زرع، لانه صحيح. كل واحد له حق يزرع ثلاث شتلات. صحيح أربعة انا اتصور أربعة، انا يمكن بركي اعطوني اياها انا المعلومات على حسب الطول. أربعة سي الفيدرال ليجيسليشن سي 45 allows بيسمح فور بلانتس للريزيدنس الواحد. فجينا هلا عم نحكي انا وياك عم بتقول لي هيدي كلها مانعينها، وهون انا قلت لك عمالك شوي كيف فيكم تمنعوها؟ بأي اساس فيكم تمنعوها؟ هلا هي حلوه بس كيف بتمنعوها؟ كيف هلا شوف هلا بشكل عام القانون هو فيدرال لا، يعني ما ساري على الدوله كلها. اول شيء في المينيسيبلز، كل مينيسيبل مسموح لها تكون تعمل option out من هذا الله بخلال تاريخ معين، لغاية عندها لغاية 2019 January 22nd 2019، يعني بعد كم شهر، بعد شي 3 أشهر 4 أشهر. فالبلدية أوتاوا عندها الخيار لغاية January 22nd 2019 إنه تقرر إنه تمنع بيع الماريجوانا بال as a municipality. كل municipality في كندا إلها الخيار. بعد هذا التاريخ مش مسموح للبلدية إنها تمنع البيع كالليجاليتي. هلا هون نحن نعرف إنه كله راح يسمح. هلا already هم يعني في محلات صارت تفتح، فالبلدية هنا سامحة وماشية في الموضوع. وإذا شالوا إذا عملوا option out بنسمحوا لهم يرجعوا يغيروا القانون تبع المينيسيباليتي ويدخلوا ويصير يبيعوا بعد هيك، لكن مش العكس. فإذا عدى التاريخ انتهى الموضوع. طيب هلا احنا بنرتكز على قانون مختلف. احنا 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 في الريجوليشن. انت عم تحكي عن اللاندلورد اسوسيشن. ايوه اللاندلورد اسوسيشنز والتننسي بورد. بال سي 45 اللو نفسه بيسمح للكوندومينيومز انهم يعملوا باي لا جديد بالكوندومينيوم كوربوريشن تبعتهم انه تمنع تدخين الماريجوانا او تدخين بشكل عام، سواء سجاير سيجارز شيشة هوكا وماريجوانا. وبمنع كمان لهم الصلاحية انهم يغيروا الباي لا تبعتهم للكوندومينيومز ويمنعوا انه حدا يزرع البلانتس جوا اليونتس. هذا بالنسبه للكوندومينيومز. هلا الكوندومينيومز تختلف عن مثل حضرتكم، انتم عندكم المانجمنت كومباني يلي بتاجروا فيها كمان بيوت. صحيح. هلا احنا كمانجمنت كومباني ما عندنا كوندومينيوم كوبريشن، احنا كمانجمنت كومباني وكل الشركات المانجمنت كومباني ما عندها كوبريشنز، ما عندها كوندومينيوم كوبريشن نمبر. فاحنا نعتمد على فرع تاني من القانون اللي بيقول انه بيسمح لللاندلوردز انه يعطي الصلاحيه بشكل عام انه يمنع السموكينج بشكل عام جوا البيت، سواء
مروانة أو مش مروانة، هم مش ذكرين بالقانون إنه لهدف منع المروانة، بس إحنا بنستعمل فرع من القانون إنه يمنع التدخين بشكل عام جوا البيوت. فهذا القانون أنا بالنسبة إلي يعني بالنسبة للبروبرتيز اللي عندنا إحنا بنعملها مانجمنت، والريدي بلغنا كل اليونتس اللي إحنا عاملين لها مانجمنت إنه ممنوع التدخين بشكل كامل جوا البروبرتيز. فبسبب المروانة جبرته تمنعه كمان اللي بيدخن دخان عادي طبعاً. معود يدخن دخان طبعاً. عادي ابتداء من هلا طبعا، وما في انذار هون، هون صرت دغري انه لا صار المفعول دغري صار المفعول لازم واذا هو ضله في عندنا لحقيه انه نلجا للتننسي بورد ونعمل له نعطيه افكشن نوتس ونطرده برا البيت. هلا بس نروح على الاوتيلات وكذا، يكون في نون سموكينج، واذا بتدخن بك تدفع تنظيف. صحيح. وهذا الشيء بتكلف ميات أو حوالي ألفات دولارات. أنتوا كلاندلوردز عندكم هالحماية هايدي، أو المستأجر هو بيتكلف هالمصاريف هايدي إذا كنتوا بك تنظفوا وراء؟ هلا احنا هذا بصير بتصنف تحت بنج تحت بند دامجز. اوكي. فبصير في طبعا ملاحقه قانونيه انه صار في دامجز بالبيت من غير يعني بنسميه نيجليجنت او مسيوز، ومن غير تصنيف يعني انه والله بسبب التدخين او بسبب ابصر شو، بس انه اذا صار في مثلا باد سميل بالبيت، اذا صار في تعرف لما تعمل بلانتينج للبلانتس حتى لو 4 بلانتس ممكن يسبب عفونة بالحيطان، لانه الرطوبه اللي بتطلعها هاي البلانتس، وعشان انت بضل الواحد يسال البلانتس لازم تكون رطبه دائما، فممكن يسبب رطوبه كفايه انه تعمل دامج بالدراي وول وتسبب عفونة. فمنع الزراعه بالشقه ما هو مرتبط ابدا بالريحه وبالدامج اللي الريحه بتعمله، هذا موضوع بس هذا مرتبط بس بالعفوني وبال هلا هم مسموح لهم يزرعوا جوا القانون، يعني بشكل عام مسموح انه يزرعوا جوا اليونت 4 بلانتس او برا اليونت او ميكس، يعني انه ممكن يزرعوا بالباكر تبعهم 2 بلانتس وجوا 2 بلانتس وهكذا لليونت الوحدة مش للشخص. طيب سؤال خي وضاح بالنسبة للقوانين الـ apartments والكوندوس، البلكون هل هو يعتبر جزء من هالشيء، او الواحد بيقول لك انا مش عم بدخن جوا عم بدخن برا على البلكون، او مش عم بزرع جوا عم بزرعهم برا؟ شو هو البلكونه برضه تعتبر جزء من اليونت، وبرضه لما يكون في منع للتدخين برضه ما بيكون ممنوع التدخين حتى بالبلكون، لانه ممكن وهو بدخن اصلا السموك يجي على الشقه اللي جنبه او البلكونه اللي جنبه او الشباك اذا كان مفتوح جنبه، ممكن يسبب اذى للاشخاص اللي حواليه. والكوندومينيومز بشكل عام حطت كمان رولز وريجوليشنز انه تمنع حتى التدخين بالبابليك بليسز تبعتهم، او اللي هي الكومن اليمنتس تبعتهم اللي هي مكان البول، مكان اللايبرري او الممرات والاسانسيرات الجراج. طيب هيدي عال غطيتها، بس في شغله كتير كتير مهمه. اجمالا البنايات بيقولوا اوكي ما فيك ممنوع تدخين أقل من 9 أمتار قرب الباب المدخل تبع الباب. صحيح. هلأ كشافة أرض صاحبين الأرض يلي 9 أمتار أو أبعد هني كمان أصحاب الكوندومينيوم، هي القانون اللي نزلتوه هلأ صار ممنوع الواحد أو بيدخن بيتا أو بيقدر يدخن 9 أمتار عن بعد الباب؟ شوف هو كوندومينيوم خلينا نقول يعني خلينا نوضحها. هلا في عمارات الكوندومينيوم بكون حدها لغايه مثلا 9 أمتار لباب العماره الرئيسي. متى ما طلعت انت على الشارع الرئيسي فيه يعمل بده اياه، لكن في كوندومينيومز اللي هي بتكون تاون هاوسز، هذه التاون هاوسز بتكون حتى الشوارع اللي بين التاون هاوسز بتكون مملوكه للكوندومينيوم كوربوريشن، وهذه تعتبر common elements بتتصنف تحت common elements تابعة للكوندومينيوم. فحتى لو هو طلع من التاون هاوس تبعه اللي هو يعتبر بيته ووقف على الشارع اللي قبال شارعه وقعد يدخن، ممكن الكوندومينيوم
تعاقبه وممكن تعمل له فاين، لانه الشارع هذا تابع برضه للكوندومينيوم كوربوريشن. اذا مستمعينا تشربكتوا شوي ما تعطوا الهم، لانه كمان قوانين البلديه وقوانين الناشونال كابيتال كوميشن الان سي سي بالنسبه للباركس كمان بيختلفوا كتير عن بعضهم. وفيهم شويه هم لسه في شويه تخربطه في الموضوع، ما كان في تحضير كفايه، البعض بيقولوا انه ما كان في تحضير كفايه لهالشيء ده، بس اكيد اتس ا جروينج بروسس. يعني بلشت تيكتس تنعطى امبارح، البوليس عطوا كذا تيكت بكندا، واحد منهم كان في 700 وكسور اول تيكت. بس بيصير التيكتس كمان الكوندو اجمالا بالكوندومينيومز برضه فيهم بحق لهم يعطوا تيكتس طبعا، وبنفس الوقت ايفيكشن نوتس هاودي راح يزيدوا يمكن طبعا اذا كان مستاجر مش مالك ممكن يعطوه ايفيكشن نوتس. صحيح. اوكي، هلا انا بس روح بكون عم فتش على اسعار لتامين البيت وتامين السياره. اول شيء بيسالوني اذا بدخن. صحيح، لانه اذا ما بدخن بيختلف السعر بخف ال طيب. الماريجوانا اكيد دخان بضحك لانه واو معلم مش مصدق انه صارت قانونيه. مش بس بدخن لانه كمان الماريجوانا، بس الواحد يدخن اجمالا السبب بدخنها لانه بيفقد سيطرة على حالته الحياة. صحيح صحيح، بده يطلع من حالته. صحيح صحيح، ففي احتمال انه يوقع هالسيجارة اللي بايده ويعمل حريق مشاكل. ويعمل مشاكل شو اكيد. شو قصة السجارة والماريجوانا؟ هلا الانشورانس لازم يتبلغ انه صاحب البيت بدخن، وخاصة اذا بدخن او بيعمل زراعة لبلانت ماريجوانا. وفي insurance companies يعني بطبيعة الحال يعني في ناس كتير وصلتها notices already إنه إحنا كinsurance company نرفض إنه يكون البيوت اللي إحنا عاملين عليها insurance كfire insurance، أنا بتكلم إنه يكون صاحبها يزرع مروانة. فalready the insurance companies عم بتحط policies بال in place انه تمنع الزرع هون عم يزرع الدخان. الدخان بنصنف عندهم تحت بند الدخان، فاذا هو بدخن اكيد الريت تبعهم حيعلى. بس في الانشورنس كومبانيز اوريدي، في كم من شركه من غير ما نحكي اسامي اوريدي اعطت نوتسز للناس وبعتت رسائل انه احنا كبوليسي غير مسموح بالبوليسي تبعتنا انه تزرع بلانتس عندنا. عم تحكي خي وضاح عن شركة انشورنس اللي بلشوا يحطوا الشروطات ويسألوا كذا وماذا. بس في مؤسسات تانية كمان عم تسأل وتحط الشروطات وممكن أوقات تلغي وما توافق. صحيح. على وهذا الشيء كتير مهم، المورجيجز. صحيح. عن البيوت. واو. حتى دخان الماريجوانا الزرعة وتدخينها بيأثر على المورجيج. ما 100% خبرنا عنها. هلا في خلينا نقول هلا واحد بده يشتري بيت وصدفت انه البيت اللي احنا بنفرجيه انه كان صاحب البيت عم زرع له شيء 3-4 شتلات. اوكي، اول شيء الفاكت انه هو زارع 3-4 شتلات لازم يعمل له ديسكلوجر، البايع لازم يعمل فول ديسكلوجر انه زارع 3-4 شتلات. يعتبروه جرو اب؟ اه طبعا. ذا كان يعني انون جرو اب. واو، عم تاخذنا بمطارح خطره. طبعا جرو اب ولا شو هو؟ شو السنه؟ واو، انه حتى بس ثلاث او اربع شتلات. يعني اربع شتلات لانه ممكن تسبب اصلا عفونه بالحيطان. حتى لو انه مش ظاهر، انتبه يعني الديسكلوجر، حتى لو انه ما مبين بالحيط انه في عفونه او رطوبه، برضه لازم البايع يعمل ديسكلوجر انه زرع حتى لمدة شهر. يعني اذا فرضا زرع له شتلتين وبعدين غير رأيه كبن بالزبالة، لازم يعمل ديسكلوجر انه في يوم من الايام كان زارع شتلتين بالبيت هذا. واو، عم تحكي عن خراب بيوت هون. يعني هلا اذا يعني الناس اللي بدها تستعمله اكيد يعني هون عم نحكي، لانه مثلا اعطينا خبرتك هلا، البيت العادي البيت العادي لنقول حقه 400,000 دولار. وهذا البيت ذاته كان جرو اب.
قداش البرسنتج اللي ممكن ينزل فيها؟ هلا هذا ما هذا لسه احنا يعني لسه بلشنا جديد هلا زمان لما كانوا يعملوا كانت عصابات كانت مختلف الوضع فكانوا لما يزرعوا ما يزرعوا اربع شتلات كانوا يزرعوا لك البيت كله يعني فكان البيت يبقى يعني دمار اساسا يعني فبتلاقي البيت بنزل حقه شيء 100,000 يعني بكل بساطه يعني بكون حقه شيء 500,000 بصير 400 هذا اذا البيت ممكن ينسكن فيه بعد هيك إذا تصلح وتزبط وممكن ينسكن فيه بنزله بالقليل شيء 100,000 يعني بنتكلم 25% easy. هلأ بعد القانون الجديد الناس هدول العصابات اللي كانت تاخد بيت وتزرعه بشكل كامل ما محتاجين يعملوا هيك هلأ فبروحوا بيعملوا legal وبيزرعوا في عندهم مصانع ومعامل وبيزرعوا فيها وبيعملوا فيها هذه مشكلتهم هم لكن اللي صاحب البيت لما بيجي بيزرع أربع شتلات برضو هذا يعتبر grow up فلازم يعمل disclosure لإله هلأ قديش بده يأثر بالماركت لسه احنا ما يعني بعد بكير لسه ما عارف نو بس الواحد إذا بده إذا الواحد بده يفتكر فيها مظبوط يعني ما في شك البيت النظيف رح يجيب سعر أحلى من بيت الملور طبعا ما في شك صراحة. ما في شك هلا حيشيل 25% من سعره يعني ما بتصور 25% بس حيأثر كتير ليك إذا شيل 5% أكيد بس عم تحكي عن نص مليون دولار 5% يعني طبعاً يعني 25 ألف دولار طبعاً طبعاً مين طبعاً. بيحب يخسر 25 ألف دولار طبعاً أكيد أكيد 100% خاصة أن تتخيل لما يكون المستأجر هو اللي زارع مش صاحب البيت مزبوط. يعني بكون مسكين صاحب البيت أنه بكون مثلا ما معه خبر أنه المستأجر زرع اكتشف أنه المستأجر زرع وطرده للمستأجر وبعدين فكر أنه يبيع البيت تخيل يعني بده لازم يعمل ديسكلوجر أنه واحد من المستأجرين تبعونه كان زارع لازم يعمل اير كواليتي تيست بالبيت حتى يثبت انه الجو بالبيت صالح لل رح نشوف ارتفاع انا قلت رح نشوف ارتفاع كتير هلا من الهوم انسبكتورز مفتشين البيوت بس تصير تبيعها وتدقيق عن الاير كواليتي تيست 100% للبيت هيدي قليل ما كنا نسمعها هلا حتطلب اكثر اكيد من اكثر اشياء تنطلب وهلا واحدة من الشغلات اللي يعني احنا كفيرتكس تيم كنا زمان كنا دائما نحطها واحدة من الشروطات اللي كنا بنحطها غير انه الفاينانس انه الواحد يجيب مورجج من البنك وغير انه يعمل انسبكشن برضو كنا نحط شرط انه يكون في انشورنس على البيت فهلا الشرط هذا يعني مهم اكتر واكتر انه الايجنسي يستعملوه لانه اذا كان في زراعة في البيت او زرعين له شيء شتلة او شتلتين الانشورنس لازم يتبلغ وعلى هالاساس في شركات انشورنس بترفض انه تتأمن على البيت بشكل كامل وفي شركات انشورنس بتقول لك ممكن نقبل بس بسعر اعلى فهذا طبعا حيأثر عشان هيك احنا لازم الايجنت يبقى يحط شروطات انه لازم توبتين انشورنس adequate insurance for the buyer هلا احنا ما تكلمنا كمان عن الانشورنس تبع السي ام اتش سي هذا موضوع تاني اكيد رح نحكي عنهم بعد ما ناخذ فاصل حركة السير واو في اشياء كتير وفي اشياء كتير يا مستمعينا انتبهوا له تبهوله لأنه في إشي إذا تأخرتوا عليها مثل ما بيقولوا بالإنجليزي too late صحيح. فبك تنتبهوا فعلا لأنه عم نحكي عن شيء مكلف مكلف يعني بيكلفه للإنسان صحيح. إذا عمل غلطة يختبر طيب فاصل حركة السير ونتابع برنامجنا على تشين 97.9 Time for another Chin Radio traffic update Northbound on Woodruff at DeVale. We did have an earlier collision, which just cleared, but new problems spotted now at Wellington and Huron and also at Hunt Club and Bridle Path. Another collision at Donald and Vanier Parkway. A crash reported causing delays as well. West Queensway, no recent issues to let you know of, but we're dealing with delays all the way from Saint-Laurent Boulevard to Woodruff. Eastbound traffic, Woodruff out to east of Maitland. I'm spotting volume as well, and the east 174 is filled in from the 417 on and off volume towards Montreal Road. Looking for a better financial advisor? Wolfgang Klein, the portfolio manager and investment advisor for Canaccord Genuity Wealth Management, will give you his expert opinion. Check out The Wolf on Bay Street at wolfgangklein.com. And that's the latest traffic. I'm Alva Lannis.
This is Chin Radio, celebrating the many voices and cultures of Canada, 97.9. عم نحكي مع وضح الحسين من Royal LePage Realty, the Vertex team, وموضوعنا اليوم ماريجوانا. في بعض بيقولوا لك cannabis, it's marijuana. سمو اللي بتكون يلي فعلا واو يعني في اشياء كتير مش عاملين لحساب العالم كانوا مفكرون بس خلص واحد بيدخن كذا واشياء من النوع ما بتأثر علي بس بتأثر عليك اذا راح تشتري بيت صحيح بيت المستقبل تبعك هل ترى بتشتري بيت نظيف صحيح بيت كان حدا عم بيزرع فيه صحيح حدا عم بيدخن فيه اذا بدك تبيع بيتك انت ما عندك حدا مدخن فيك تتباهى ترفع راسك وتقول انا بدي اجيب سعره لانه ما عندي لا جرو اب ولا شيء صحيح. شيء صحيح. كنا عم نحكي قبل الفاصل خي وضعها عن سي ام اتش سي الكنديان هوم الكنديان هوم مورجج اسوسيشن يلي عندها قوانين لاخر القوانين عندها ما بدك قوانين صحيح اكيد هلا هذا قانون الماريجوانا صحيح راح يعطيهم يعني طبعا امينيشن زياده لحتين السي ام اتش سي اجمالا بيحبوا يرفضوا كل شيء ويساعدوا بشيء كثير خبرني شو موقفهم بالنسبه للماريجوانا هلا جديد هلا هم يعني زي ما تقول مش محب يعني هم يعني ما بيحبوا اكيد انه يعملوا انشورنس على البروبرتيز اللي بيكون فيها مزروع ماريجوانا اساسا يعني يعني قبل القانون لما كنا نعمل فاينانس على بيت يكون فيه مزروع فيه ماريجوانا كانت سي ام اتش سي وجينورث وكل الشركات هذه الانشورنس كومبانيز اللي للمورجج كانت بالعاده ترفض كليا يعني فهلا القانون الجديد انه اربع شتلات هم يعني موقفهم بعدهم ثابت بس بدنا نشوف اذا ممكن يصير عندهم تسهيلات انه يعملوا انشورنس على هاي البيوت ولا لا فهذا شيء كتير مهم فلازم نتأكد 100% من الكونديشن تبع الفاينانس حتى لو الواحد عنده بري ابروفل خاصة اذا البايع البيت عمل ديسكلوجر انه بيته كان زارع فيه بلانتس قبل هيك للماريجوانا وقلنا انه هيدي الديسكلوجر مجبوره تيجي طيب بس اجي حكينا كفايه عن الماريجوانا بكفي لانه هلا اكيد في اشياء جديده رح تطلع رح ننتقل هلا لاسئله اجتنا من بعض المستمعين اجينا اسئله اوقات بين برنامج وبرنامج لا اسالك اياهم حلو وانا رح اسال اول سؤال رح اسالك اياه انا بحب اعرف شو جوابه يعني هو وهو land transfer tax خبرنا عن land what is the land transfer tax حلو. وشو هو المبلغ ما ندفعه وليش حلو طيب هلا land transfer tax عملنا حلقة عليه بتصور قبل سنتين والله صار لنا سنتين بنعمل إذا فكرك أنا حتذكر أنت ما رح تذكر غلطان بس land transfer tax هذا tax بندفع على أي عقار بنشرى بكندا بشكل عام كل ولاية إلها مبلغ أو نسبة معينة بتتحدد وكل municipality أو مدينة إلها برضو حساباتها الخاصة يعني تورونتو منلاحظ أنه land transfer tax تبعها أعلى من أوتاوا مع أنه بنفس الولاية في breakdown للland transfer tax يعني هو بتراوح ما بين 1.5% تقريبا بس هو حسب المبلغ يعني إذا المبلغ أكبر من 400,000 بكون حوالي 2% من المبلغ الشراء يعني خلينا نبسطها يعني مثلا خلينا نقول إذا بيت حقه خلينا نقول 350,000 ماشي إذا بيت حقه 350,000 من 0 لغاية 55,000 0.5% من 55,000 ل 250,000 1% يعني بيطلع حوالي 275 دولار وبعدين من 250,000 ل 400,000 في عندك 1.5% يعني بيطلع لبيت 350,000 بيطلع اللاند ترانسفير تاكس اللي بيطلع حوالي 3725 اصلا ما بياخذوها كلها على اول 50,000 بتدفع انت مبلغ لا, لا.
والمبلغ الثاني بتجزء سعر البيت لأقسام وكل قسم له براكت معينة وهذا ما في مهرب منه وهذا ما ندفعه إلا إذا كنت first time buyer first time buyer بيزبط من first time buyer كان زمان قبل سنتين كانوا $2,000 بيعملوا لهم forgiveness أو بسمحوهم $2,000 أول $2,000 بعدين رجعت الليبرال government غيرته ورفعته $4,000 فهلأ بيت 350,000 ما بدفع لاند ترانسفير تاكس سؤال لك أول لأنه أنا اشتريت أول بيت first هذا أول بيت وين مكان ها؟ أي وين مكان اشتريت أنا أول بيت حتى لو ببلادنا لأن في ناس في ناس مش يعني ما بتعرف هالشيء أول بيت يعني أول بيت عقار حتى لو إنه عنده والله بيت بالأردن أو بلبنان أو بكذا إذا صرح عنه أو مكتوب عنه أيام ما هاجر على البلاد كاتب بالورق إنه والله كان عنده بعقارات بلبنان كان عنده عقارات بالأردن بفلسطين whatever لازم ما بيعود يطلع له لا طبعا لا أوكي خليني نسألك سؤال يلا هات نشوف أنا اشتريت البيت أنا باسم مبروك أول بيت بحياتي لا عندي بلبنان ولا عندي هونيك ولا عندي كذا اشتريت بيت حطيته باسم حلو بدي جي اشتري بيت تاني هلا لأنه بدي ينقل منه هالبيت طلعت بفكرة جهنمية يا ساتر قلت أنا بدي أعمل مش تفنجي بحق طيب شو رأيكم هيك أنا وبحب لمرتي كتير منحط البيت باسم مرتي وهي بحياتها مش مشتري بيت فبعت هالبيت اشتريت بيت باسم مرتي شوف هو هذا لوبول بيزبط هذا السؤال شوف هو المحامي عادة بيسأل يعني إذا أنت عايش مع مرتك في بيت إذا واسم ماتشوم لا ما يعني ليك هلا يعني خلينا نحكي قانونيا هلا في ناس بيجي هنا بيشتري بيت وهو بيرجع تعرف جاليتنا العربية فيها ميكس كتير في ناس بتيجي هنا بتشتري بيت بسكن مرته وولاده بيرجع هو على البلاد بيشتغل في كتير ناس هيك حالات فإذا هو ومرته اسم ماتشيمونيال هوم يعتبر 50-50 يعني مفروض انه يصرح انه ماتريمونيال هوم ساعتها بيعتمد على المحامي ممكن المحامي يعتبر انه او لا هذا اول بيت بالنسبه له وممكن يعتبر انه لا يعني هذا هذا بيرجع للمحامي بس هو المفروض انه يعني يعتبر حتى لو باسمه هو او باسم هي بس هلا هو سلوب هول يعني في ناس كتير بتعملها بيشتروا بيت باسمه بعدين بيرجع بيشتروا بيت باسم مرته بتعدي يعني أفرو تاكس اوكي طيب في اشياء كتير جينا من مستمعينا بدي اسالك يوم بدنا ننطر لاسبوع لتاني لقاء لانه هلا معش الوقت ركض وصرنا قراب لنشط الاخبار فالسؤال الاخير حسلك ايه شو في جديد بالفيرتكس تيم حلو ماشي في عنا كذا لستنج جديدة في عنا كافي شوب موجود ببيتش وود هلا بيضت بتعرف ليه؟ ليه؟ دائما بيجينا اسئله عن الـ كوميرشال حلو برافو يلا حلو. كافي شوب بزنس في عنا كافي شوب خمس بزنس خمس ايام بالاسبوع سبعة ايام فاتح بالاسبوع صغير وسعره كتير ممتاز 89,000 خرج عائلة رجال ومرته بالضبط يعني ممتاز انه مثلا عائلة جاية جديدة على البلد بيحبوا يعملوا بيزنس ويعيشوا من وراه كتير ممتاز هذا البيزنس ورخيص فيني انا اعمل ندوي للمستمعين شو اليوم تعرفت على ست صار سني ونصها من سوريا حلو وهودي القادمين الجدد يلي فعلا مثل ما نحن جينا من 50 و55 سنة perfect business لأنه طبعاً. العالم بتعلق بيحكوا اللغة الإنجليزي شوي وكذا perfect business وفي حالات مشرفة على فكرة من الجالية السورية اللي إجت كلاجئين في examples مشرفة فعلا يعني واشتغلوا وفتحوا businesses يعني فهي فكرة لألكم يلا يلا حلو طيب في بيت عندنا بمانتك حكينا عنه بصور الحلقة الماضية قريب 10,000 سكوير فيت إجانا أوفر عليه بس ما مشي حاله عم نحاول لسه نبيعه طبعا نتكلم احنا فوق المليون بيت في منتهى الجمال يعني كل اشي ممكن الواحد يتخيله موجود في البيت وحوالي عنده لك سبع غرف وثمان حمامات
يعني تحكي قلعة يعني ما شاء الله كتير بيت حلو. فاللي في عنده أي سؤال أو استفسار عن بيت بالشكل هذا فيه يتصل فينا. أوكي كيف يتصل فيك؟ يتصل فينا تلفوننا 613-878-3041 613-878-3041, أو ممكن يتواصل معنا على الويب سايت تبعتنا www.thevertexteam.com. Vertex is vertexteam.com. Excellent. وضح لك سين من Royal Page Realty The vertexteam.com. شكرا كتير لك. شكرا لك جيري. واو قديشك up to date تغري من ما صرناش 24 ساعة بالماريجوانا عسري جبت لنا كل قوانين لازم أكيد. شكرا كتير لك وبيكون معنا لقاء بعد